عشان بيوصل اسبانيا بيروح متاخر وبيضحك بس. لا كابتن ان شاء الله حضرتك يعني احنا بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نعمل حاجه تليق بقناه الاهلي وتليق بالبرامج اللي حضرتك بتكون فيها او الساده الزملاء الاعزاء. وبالتالي زي ما حضرتك قلت معسكر اسبانيا يعني الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل رائع جدا وبشكل محترم جدا. النهارده وصل الدوليين مطار برشلونه. النهارده الدوليين كابتن اسلام وصلوا المعسكر على خير، وصول رباعي الدولي كابتن وليد سليماني، كابتن شناوي، كابتن مروان محسن، والكابتن ايمن اشرف. الامور كلها ماشيه على ما يرام. الفريق اتمرن على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. حضرتك عارف الفريق بيستعد للقاء الاخير قبل مغادره معسكر النادي الاهلي في اسبانيا، واللي ان شاء الله هيكون يوم الاثنين علشان البعثه تغادر يوم الثلاثاء ان شاء الله متوجهه الى القاهره. كل الامور يا كابتن اسلام ماشيه على ما يرام، كل الامور ماشيه بشكل اكثر من رائع. كل اللعيبه رفع شعار واحد، وهو الدوري الموسم ده يكون اهلاوي. مباراه المقاولين والزمالك بالنسبه لهم هو شيء مهم جدا. بدا تركيز مستر مارتن لاسارتي يعني يكون على التكتيك، بدا يكون على اللمسات الاخيره للشكل الاخير للنادي الاهلي في اخر مباراه ليه، وايضا على التكتيك اللي هيبدا به مباراه المقاولين والزمالك، ويستقر ايضا على العناصر اللي هيعتمد عليها خلال الفتره اللي جايه. ده بالنسبه لليوم النهارده كابتن اسلام. لكن طبعا يعني معايا حوار مهم جدا، علشان بقى احنا كلنا نعرف وحضرتك تعرف معسكر النادي الاهلي ازاي بدا وازاي تم الاتفاق عليه من عمر نايل المسؤول عن تنظيم معسكر النادي الاهلي اللي موجود معايا حاليا بيشرفنا وبينورنا. عمر برحب بيك. اهلا بيك يا عمر، وبمسي عليك وعلى كابتن اسلام وكل الاهلاويه اللي بيتفرجوا علينا. عمر طبعا بشكرك على المجهود المبذول منك ومن كل الشركه بصراحه ان هي تقدر تنظم معسكر يليق بالنادي الاهلي. انا عارف ان في كواليس كثيره جدا انا مش عارف، لكن انا حابب الكابتن الاسلام كمان هو يعرف وانا اعرف وتقول لي المعسكر بدا ازاي وازاي تم التفاوض واستقرته ازاي على المعسكر اللي فعلا يليق بمكانه الاهلي وفي نفس الوقت يليق بامكانيات لاعب كره قدم. والله هو بدات المفاوضات اولا مع كابتن امير وكابتن سيد عبد الحفيظ، ان احنا كاي شركه بعتنا العرض بتاعنا، وبعد كده استقروا على العرض بتاع اسبانيا. شرفنا كابتن امير وكابتن سيد، شافهم اكتر من مكان من ضمنهم في مدريد، في فيتوريا دي تابعة لبلباو، وبعد كده جينا هنا اليكانت شفنا ثلاث اماكن واستقروا على المكان دوت. اولا يعني هم حطوا في الحسبان كل كبيره وصغيره تخص لاعب كره القدم، من حيث الهدوء، من حيث قرب الملاعب للفندق، الامكانيات، المباريات، كل التفاصيل الصغيره ما سابوهاش، اتكلموا معانا فيها وحددوا كل حاجه، وبناء عليه تم اختيار المكان دوت. وان شاء الله باذن الله يعني نتمنى ان احنا نقدر ان احنا نقدم الخدمه اللي تليق باسم النادي الاهلي، ونتمنى يا رب ان شاء الله الدوري في الجزيره باذن الله ان شاء الله. طيب عمر، عايز اسالك على المباريات وتدرج المستويات في الثلاث لقاءات الوديه. اكيد انت طبعا بالتنسيق مع الجهاز الفني والتنسيق مع الجهاز الاداري اكيد كان في رؤيه معينه للجهاز الفني معاك في تحديد مستويات الثلاث لقاءات الوديه. اكيد طبعا. بص عمر، انت ركزت على نقطه كويسه جدا. هو في فرق بين ان انت بتطلع معسكر اعداد وان انت بتلعب ماتش ودي كاحتفاليه، او كان انت في نص موسم او في توقف معين وبتلعب ماتش ودي وبترجع. احنا دلوقتي في فتره اعداد الى حد ما، عندنا توقف بسبب كاس الامم الافريقيه، فبالتالي لازم تتقابل مستويات مختلفه وتتضارب في المستويات، وده كان طلب الجهاز الفني. احنا عرضنا كذا ماتش وكذا فريق بمستويات مختلفة، وطبعا الاختيار الفني هو اللي بيحدد المباريات دوت. بدأنا بفريق إلى حد ما ضعيف، وبعد كده تدرجنا ورحنا نيوبورت، وبعد كده إن شاء الله اللي جاي هيبقى أوكم مورسيا إن شاء الله، ده فريق في الدرجة الثانية هيلعب بالبي تيم بتاعهم، وإن شاء الله بإذن الله يكون منافس قوي للنادي الأهلي. اختيار الكابتن سيد والكابتن امير للمعسكر ده تحديدا بعيد عن اي شيء، معزول عن اي حاجه، ما فيش حد موجود غيرنا وغير الفندق، هذا الاختيار كان وبعيد عن كل حاجه، وسط جبال، معسكر فعلا يعني يخلي لاعب كره قدم ما فيش حاجه وراه ولا قدامه غير حاجه واحده، التدريب والنوم فقط لا غير. تركيز يعني اكتر عنصر هم اتكلموا فيه، ان هو لازم يكون في تركيز على الفنيات، على ان انا اللاعب يبقى قدامي 24 ساعه. المكان هنا هادي جدا،
وزي ما انتم شايفين البعد من الفندق للملعب. الكابتن اسلام بيقول لك اللعيبه هتكرهك جدا كده على فكره. ما هم كرهوني يا كابتن. هم بالفعل كرهوني، بس يعني طبعا انتم مراعين او الجهاز الفني مراعي جدا حته مش الترفيه، ولكن ان ادي مساحه للاعب ان هو يبعد عن جو المعسكر والضغط النفسي والفني اللي هو بيتعرض له في العشرة او ال 12 يوم، لان هو الموضوع طبعا مكثف جدا وده مطلوب. الله يكون في عون عونكم وفي عون الجهاز الفني، مسؤوليه كبيره جدا. او يعني هقول لك ايه، راعوا الحته دي قوي. اقرب بلد او اقرب مكان للترفيه على بعد قد ايه من هنا؟ انت مركز على الحته دي. لازم الناس تعرف فعلا يعني ايه كلمه معسكر. المعسكر ده حاجه مهمه جدا للاعب كره القدم، مش شيء للترفيه تماما. اكيد عمر، اكيد طبعا. 60 كيلو مثلا، 80 كيلو بنتكلم، هنتكلم في 60 كيلو تقريبا. ده اقرب مكان اللي انت لو عايز تعمل شوبينج او عايز ان انت يبقى فيه ترفيه. اولا احنا في جولف ريزورت، يعني هو الريزورت كله او المنتجع كله خاص بالجولف وكره القدم. يعني علشان تطلع على الشارع اللي بيؤدي لاقرب منطقه ان انت ممكن تروحها تقريبا 3-4 كيلو متهيألي انت شايف من هنا. فطبعا ده اولا من المعسكر، مش يعني نزل قبل النادي الاهلي اقرب حاجه احنا ممكن تكون بالنسبه لنا احنا معروفه. كابتن اسلام بيسالك سؤال تاني بقى، سؤال ذكي، بيقول لك اقرب شط بحر فينه او المسافه بتبعد عنه بقد ايه؟ في مدينه اليكانتا كابتن اسلام اللي هي فيها المطار، يعني حوالي 45 او 50 دقيقه من هنا. ده الشوت 45 دقيقة تقريبا، يعني ما حدش يعرف يهوب هناك ولا حد يعرف يعني يعدي من جنب هناك خالص غير لما يكون كل عارف. مش عايز اقول لك يا كابتن اسلام ان كابتن سيد كان عايز حتى مخرج الطوارئ اللي في المبنى اللي فيه لعيبه يتقفل، بس ده طبعا حاجه ممنوعه وده مخرج طوارئ. واقول لك حاجه، اولا الالتزام من كل واحد، من اول واحد فيكم. انا بتكلم على بعثه، لان احنا ناس بنعظم معسكرات وكان قبلكم معسكر السنغال هنا، فاحنا عارفين ان الدنيا او الالتزام او الملتزم وعدم الملتزم. فبالتالي الالتزام من كل افراد البعثه الحمد لله، من لاعبين، من مدربين، من اداريين، ومن اعلاميين. وعايز انهي كلامي بان انا اقول يعني شرف لينا كشركه ان احنا. انا اسالك لو راضي عن المعسكر ومبسوط من وجود النادي الاهلي. هقول لك حاجه، يعني انا اهلاوي من صميم، فبالتالي ان انا انظم حاجه للنادي الاهلي تبقى حاجه في السيره الذاتيه بتاعتي كشركه وكمنظم كبيره جدا جدا. ونتمنى ان احنا نكون ولو سبب بسيط قوي ان احنا نكون ان الدوري يبقى في الجزيره باذن الله رب العالمين. عمر نايم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. شكرا ليك عمر، خليك معايا. عايز اقول لك عن او اسالك عن كابتن اسلام، ده كان حوارنا مع عمر.